واضح أنه ليس هناك تشكيل حكومة على المدى المنظور. بهذا الاستنتاج خرج النائب فيصل كرامي ليدلي به من على منبر السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال. إلى كرامي انضم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، لا من السراي لكن عبر تويتر، ليعلن أن الدولار قد يتفلت سعره بشكل كبير والناس آتي على موسم شتاء وتدفئة مفقودة. ليضيف الرئيس الحريري نقل أذنيه من الرياض إلى واشنطن، حيث جنون الإدارة الترامبية لمواجهة حزب الله والنتيجة لا حكومة قريبة. إلى هذه الأصوات التي تدور في فلك محور حزب الله انضمت أصوات سنية تقول على لسان القيادي في المستقبل مصطفى علوش يبدو أن إشارات أتت بعدم المضي في تأليف الحكومة، فهل حسم الأمر ولا خرق قريبا؟ رئيس حريري متمسك بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وتكون حكومة مهمتها وقف الانهيار عبر تنفيذ المبادرة الفرنسية وإجراء الإصلاحات الضرورية وإطلاق ورشة إعادة إعمار ما هدموا انفجار المرفأ، وكل ما يقال خلاف ذلك لا يعول عليه. الرئيس الحريري يشكل حكومة وفقا لما أعطاه الدستور من صلاحيات وهو متمسك بذلك. حتى اللحظات الأخيرة اليوم وبعدين، يعني أنا برأيي الرئيس الحريري مش وارد الاعتذار عنده. وفي هذا السياق تؤكد مصادر مقربة من الرئيس الحريري للأو تي في ردا على سؤال عما إذا كان سيقدم تشكيلة أمر واقع، لتقول قبل الحديث عن أي احتمال دراماتيكي فلننتظر الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف في اليومين المقبلين. أمام هذا المشهد حكي عن تدخل روسي يحث الحريري على التشاور مع الجميع وأولهم باسيل. إن روسيا يعني فترة طويلة عم تقوم بدور أساسي وجوهري بتقريب وجهات النظر، لأنه بتعرف خصوصيات والمشاكل الموجودة والتعقيدات الموجودة عندنا بلبنان، خصوصي بهالمرحلة الراهنة، وتحديدا فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس سعد الحريري وبين الوزير جبران باسيل. هناك حرص من روسيا على عدم استفراد أو استبعاد أي مكون سياسي كبير بلبنان، كان اسمه التيار الوطني الحر او كان اسمه حزب الله، من اي يعني شيء له علاقه بالحكومه بتكوين الحكومه اللبنانيه. هناك طلب روسي من الرئيس الحريري ان يتشاور مع الجميع؟ هلا بدون شك المستشار الرئيس الحريري جورج شعبان الموجود بموسكو من وقت لوقت بيلتقي بالمسؤولين بوزاره الخارجيه، وهناك وبيعرف انه وبيفيد الرئيس الحريري بالحرص الاداره الروسيه وزاره الخارجيه الروسيه وبإصرارهم على ان يقوم الحريري بالاتصال بجميع المسؤولين، واقول لك وتحديدا بالوزير جبران باسيل، لانه بيعرفوا بروسيا انه التيار الوطني الحر هو من أكبر الكتل البرلمانية الموجودة بلبنان رقم واحد، رقم اثنين ارتباطه برئيس الجمهورية وعندهم حرص كتير كبير على دور وفعالية رئيس الجمهورية بلبنان. فهل تنجح روسيا بظل المشهد الدولي المتأزم على أرض لبنان وشد الحبال الأمريكي الفرنسي بسيف عقوبات مسلط على اللبنانيين، أو أن المراوحة الحكومية ستطول وتطول؟ بالانتظار تكتفي مصادر مطلعة على جوب عبدة بالتعليق على ما يحصل بالقولة، الملف لا يزال عند الرئيس المكلف الذي لم يعرض حتى الساعة أي توليفة أو مشروع حكومي يراعي فيه وحدة المعايير بضوء الاتفاق الجاري مع رئيس عونة، وبعبدة بحال التلقي اليوم. تختم المصادر.